بعد سنوات من المآسي التي يواجهها الأطفال السوريون، بداية من تشتيت شمل أسرهم إلى التهجير، نهاية بانتشار فيروس كورونا، مما جعل عجلة الحياة تتوقف لينتقل التعليم إلى العالم الافتراضي. مجموعة من المدرسين والكوادر التعليمية أطلقوا مبادرة لنشر المعرفة عن بعد بين السوريين تحت عنوان مسارات، مستهدفين طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في الشمال السوري مجاناً عبر منصة تعليمية إلكترونية. أنا قطعت عن الدراسة بسبب الحرب ونزحت على إدلب وانقطعت عن التعليم، والسبب الثاني كان فيروس كورونا وتسكرت المدارس وما بقى أحسن أتعلم. قامت مبادرة مسارات بحجز ما يقارب 500 مقعد من شركة مايكروسوفت، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية مع بداية العام الدراسي المقبل لتبدأ بتعليم الطلاب من الصف الأول وحتى الثالث ثانوي. لجأنا إلى مسارات بسبب ظروف الحرب وانتشار الأمراض والأوبئة، وأصبحت مسارات بمستوى المدرسة الافتراضية، وتجمع الآن في باحتها ما يقارب أو يزيد عن 300 طالب يتلقون تعليمهم عبر منصتنا. الفترة التالية انطلقت الدروس بشكل تفاعلي بث مباشر على برنامج مايكروسوفت تيمز. الآن تجاوزنا جزء كبير من هذه الدروس وأصبح لدينا تقريبا حوالي نصف المنهج جاهز على شكل دروس بثت على هذا البرنامج ومخزن أيضا في هذا الموقع. انطلقت مسارات في نهاية شهر آذار مارس 2020 بعد التشاور مع مختصين من مختلف المجالات العلمية في محاولة لإضفاء جودة عالية على العملية التعليمية برفقة أحدث أدوات تقنيات التعليم، ساعية للوصول إلى كل طفل في كل بيت أو حتى خيمة.